قديس بطرس العابد كان شحيح جدا، ولكن لما فتح قلبه وابتدى يقبل أفعال الروح باع كل شيء، ولما لم يجد شيئا يبيعه باع نفسه عبدا لكي ما يتصدق على الفقراء والمساكين. مين يعمل كده؟ بقول لك حاجة فوق العقل. ليه؟ هذا فعل الروح، لأن عطايا الله أحبائي بلا ندامة. أعطى مواهب لناس كانوا في نقاع الخطايا، أعطاهم مواهب، ملأهم من كل معرفة. عملوا أمور تفوق العقل. تاريخ الكنيسة أحبائي هو ثمرة فعل الروح في الكنيسة. شوف قديسين اشتهروا بالعطاء، واللي اشتهروا بالاتضاع، واللي اشتهروا بالتجرد، واللي اشتهروا بالإيمان، واللي اشتهروا بالصلاة والنسك، واللي اشتهروا بالعفة والبتولية، واللي اشتهروا بالتدبير، واللي اشتهروا في حراسة الإيمان. جابوا كل ده منين؟ جابوا من الروح القدس. لكن شوف القديسين، شوف لما الروح أعانهم عملوا ايه؟ عملوا أمور فوق طاقة البشر، أمور تفوق الطبيعة. واحد يعيش 115 سنة ياخد نص رغيف كل يوم، عاش ازاي ده؟ عاش بروح، عاش بروح. لكن حطها تحت، يعني تحت العلم كده، وما تجيش ما تجيش. واحد عاش 60 سنة لا يرى وجه إنسان وعايش، طب عاش إزاي؟ عاش بروح، عاش بروح. يعني حياة القديسين هي أيقونة لفعل الروح القدس في الكنيسة.